هو عبد الله بن سهيل بن عمرو. الرجل ده ابن الجوزي ذكر له موقف، الموقف ده أفضل من يمكن 10 سير من الناس بعد الصحابة. موقف بس، موقف جميل جدا يدل على توفيق الله له ولأبيه، وموقف مؤثر وريك صدق الصحابة، وريك دعوتهم، وريك إخلاص، وريك توفيق الله لهم. طيب، قال ابن الجوزي رحمه الله: عبد الله بن سهيل بن عمرو هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، فلما قدم مكة أخذه أبوه فأوثقه وفتنه، عذبوا يعني، أوثقوا وفتنوا عذبوا. طيب الحصل شنو؟ قال ابن سعد: قال محمد بن عمر ابن عطاء: خرج عبد الله بن سهيل إلى نفير بدر مع المشركين مع أبيه سهيل، لأن أبوه ربطوا، والوقت ده عمره كم؟ 20 سنة زي ما بيجي إن شاء الله، ربطوا وخلف في بلد المشركين. لما جاءت يوم بدر، موقعة بدر، في يوم بدر خرج مع المشركين، أبوه ما فكاه وقالوا خلاص شنو؟ قالوا ارتد وبقى معاون وكذا، وخلاص ما شاك انه زول ماشي قاتل مع المشركين المسلمين. شوف الحصل شنو. قال: خرج عبد الله بن سهيل الى نفير بدر مع المشركين مع ابيه سهيل، ولا يشك ابوه انه قد رجع الى دينه، ما عنده شك. فلما التقوا المشركون وشنو والمسلمون، التقوا انحاز عبد الله إلى المسلمين حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل القتال. جاء القتال، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، أو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتل، فجاء هو معه وقاتل من المشركين. أبوه طبعا غضب غضب شديد، قال: وهو ابن 27، عمره 27 سنة، فغاض ذلك أباه غيظا شديدا. شوف التوفيق، بعد شوية أبوه أسلم، لكن أسلم أبوه بعده قتل، بعده مات. قال عبد الله: فجعل الله لي وله في ذلك خيرا كثيرا، في الغيظ ده، أو لعله أسلم في حياته، لكن المهم ذكر موقفا أبوه سهيل بعد وفاته، ذكر كلاما. قال ابن سعد: وشهد عبد الله أحدا والخندق والمشاهد كلها، ده عبد الله ابن سهيل، وقتل باليمامة شهيدا وهو ابن 38 سنة، 11 سنة يعني في القتال وفي الجهاد إلى آخره. فلما حج أبو بكر رضي الله عنه في خلافته أتاه سهيل ابن عمرو اللي هو ده والد منه، والد عبد الله، فعزاه أبو بكر بعبد الله، عزاه يعني، ما شال معاه الفاتحة لأنها بدعة، ما تشيلها، خليهم يشيلوها براهم بعدين يشوفوا قدام، ما يشيلوها يد واحدة بس مد لهم. طيب، قال: فعزاه أبو بكر بعبد الله، فقال سهيل: لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث جميل جدا، يشفع الشهيد 70 من أهله، وهو في سنن أبي داود صححه الألباني رحمه الله كما في صحيح سنن أبي داود. قال: لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يشفع الشهيد 70 من أهلي، فأنا أرجو أن لا يبدأ ابني بأحد قبلي. إن شاء الله يبدأ بينا. قال ولدي ده المات شنو؟ شهيد. وقبيل كانوا شنو؟ بيتقاتل. شكي بن عثيمين رحمه الله علق وشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يضحك من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتله ذاك فيموت شهيدا الأول، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم
فيقتل شهيدا فيلتقيان في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ابن عثيمين قال: ووجه ضحك الله تعالى أن هذين كان بينهما أشد العداوة إلى أن بلغت القتال، ثم انقلبت بعد ذلك بدخول الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالزول يا جماعة دائما يستعين بالله، ودائما يصدق، ودائما يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد يقاتل رجل بالباطل فيتوب الله عليه، فيقاتل بالحق فيكتب الله له الأجر. الرجل الذي بعده لم يعني في رجلين ترجم لهما ابن الجوزي رحمه الله بترجمة يسيرة، وإن كان الصحبة تكفي في فضل الرجل. والتراجم ذي يا جماعة كما ذكر أهل العلم إنما هي مواقف وبعض الأشياء تذكر، وإلا فالإنسان إذا ذكرت جميع لحظات حياته فإن المجلدات لا تسع، لكنهم في النهاية بيأخذوا شنو؟ بعض المواقف وبعض الأشياء. وهذا قد يعني ينقل من سيرة الرجل ما يظهر، ولكن بين الرجل بينه وبين ربه أمور تخفى على هؤلاء المترجمين. ولذلك الإنسان قد يكون من أصلح خلق الله ومع ذلك لا يكثر له من الكلام في الترجمة، وإنما يموت خفيا ويبقى ذكره عند الله سبحانه وتعالى وتبقى مكانته عند ربه جل وعلا. أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال، ما بجوز تسمية عبد الأسد، وإنما يعبد العبد لله وحده، عبد الرحمن عبد الرحيم إلى آخره. فما بجوز تسمي زول عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد الأسد، وإنما العباد هم عباد الله وحده لا شريك. طيب لو زول في الفريق ولا في الأهل اسمه عبد النبي، شوف ولده منو بس، قال لك ولده محمد، ثاني كورك لا أبو محمد كيف إن شاء الله كويسين، بس هو قماش ده من الجهل. طيب أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم أبو سلمة رضي الله عنه، وهاجر إلى الحبشة الهجرتين ومعه امرأته أم سلمة. أم سلمة لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هي من أمهات المؤمنين، وهي أم عمر، عمر ابن أبي سلمة الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أيضا هو صحابي. قال أبو أمامة رضي الله عنه: أول من قدم علينا المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للهجرة أبو سلمة. دي يا جماعة بتلقوها كثيرة، ناس يقولوا أول من قدم علينا مصعب بن عمير، ناس يقولوا أول من قدم علينا، وهذا يدل على أنهم يعني جاءوا مبكرين إلى المدينة. شهد أبو سلمة رضي الله عنه بدرا، شهد غزوة بدر، وجرح بأحد لما جاءت غزوة أحد، هي غزوة الأبطال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحمزة وعمر كحمزة ومصعب رضي الله عن الجميع، وأنس بن النضر كما سيأتي الكلام عنه في موضع أحد التي ابتلي فيها المؤمنون ومع ذلك أبلوا بلاء حسنا رضي الله عنهم. جرح بأحد أبو سلمة رضي الله عنه، فمكث شهرا يداوي جراحه، بعد شهر وخلاص الجرح يعني صار كأنه شفي منه، ثم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. فلما قدم من تلك السرية ومن ذلك المبعث انتقض جرحه،
يعني الجرح تاني شنو اتفتح ورجع ثم توفي رضي الله عنه. هذا ما ذكره له ابن الجوزي رحمه الله. من أفضل ما ذكره له قال: فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته أو أغمضه بيده صلى الله عليه وسلم. توفي في سنة 3 من الهجرة أبو سلمة رضي الله عنه. ويكفي أبا سلمة ويكفي غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيه في الفضل أنه كان متزوجا لامرأة صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. دي فيها فضل. كيف فيها فضل؟ لأن الله تعالى قال: الطيبات للطيبين، وإن لم تكن طيبة ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما أنها طيبة فقد كان الذي تزوجها من الطيبين ما دام أنه مسلما كأبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. والزول يا جماعة كونه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسلم مؤمن ويموت على الإيمان هو من أهل الجنة، وإن لم يسمى في حديث أو في آية باسمه، لأن والله لمن ذكر الصحابة ذكر الناس القبل الفتح والبعد الفتح، القبل والبعد أصله يا هو قبل يا بعد. قال: وكلا وعد الله الحسنى، القبيل والأس والبعدين، وكلا وعد الله الحسنى. الصحابة ذي كلهم في الجنة، ما في صحابي إلا في الجنة، صحابي إلا في الجنة تنطبق عليه الأوصاف دي. من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه ومات على الإيمان وصحابي وهو من أهل الجنة. برضو ترجمة قصيرة للأرقم ابن أبي الأرقم ابن أسد رضي الله عنه قال: يكنى أبا عبد الله أسلم بعد 6 نفر، وكانت داره على الصفا بمكة، جم الصفا الجبل المعروف، وفيها استتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا الناس فيها إلى الإسلام، وتصدق بها الأرقم رضي الله عنه على ولده. ودي منقبة يا جماعة عظيمة جدا، ودي تكفي. زول بيته خلاه مأوى للدين بل ولقائد الدين، هو النبي صلى الله عليه وسلم في وقت يحارب فيه الدين وقائده وأهله. دي شجاعة وقوة عجيبة جدا، وده توفيق. ولذلك هسه بتلقى كثير من الناس في توفيق، واحد تلقى عنده حوش كبير يسوي فيه اللقاءات العلمية، ما لقاءات تنظيمية وسرية دي ممنوعة، سوي له تنظيمات سرية وكذا تدريبات وحاجات أجنحة وأشياء دي ممنوعة، كما ذكر الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى في كتابه المعروف في الإمامة وفي لزوم الجماعة. لكن كونه يفتح بيته للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تلقى بعض القرى ناس تلقى الواحد زي ما مشينا بعض المناطق، واحد تلقاه في الجامع ما يلقى فرصة، يقوم يخد 3 سماعات برا في راس البيت بتاعه وقاعد تحت بالميكروفون وبيتكلم والغرية تسمع. من هون عمنا الفاضل نحسبه الله وحسيبه، عمنا محمد أبو الشيخ أبو بكر آداب فنحسبه والله وحسيبه. فمشينا منطقته فحكى لنا زمان يطلعوا السماعات فوق في راس البيت، ومرات الكهرباء تكون قاضعة يشغلوا بشنو؟ بالبطارية. الكهرباء لما تكون قاضعة والحيشان كبيرة والناس يمرقوا والغرية هادية ترى الدعوة دي بتصل حتى الناس المعارضين، راجمات تجيهم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فالزول يا جماعة يسخر ما يملك في نصرة هذا الدين، كما سخر هذا واستعمل هذا الصحابي بيته لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. شهد الأرقم بدرا وأحدا والمشاهد كلها، وتوفي ابن
وتوفي وهو ابن 84 سنة. عمره كم؟ 80 سنة، أكثر من 83 سنة. في سنة 55 بالمدينة، وصلى عليه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه.